عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة روحانية خطيرة لمواليد برج الثور، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الثور انزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف. برج الثور، انا شايف عندك هنا مبلغ كبير دايلك من المال. هاي المبلغ يعني بيفك معاك قارب شديد، بيفك. انت محتاج هاي المبلغ، انت محتاجه المبلغ ده، انت محتاجه. وعندك عتبة جديدة، عتبة جديدة فيها راحة ليك. العتبة هذا قدامك خطوتين وراح تنقل لهذا العتبة. وعندك هنا انت على موعد مع ضحكة من القلب، فهناك اشخاص يحبوك، فاحذر ان تخسرهم، احذر ان تخسر هاي الاشخاص اللي بتحبك. صلي على الحبيب المصطفى. بس انت هنا محتاج تعطي نفسك يعني وقت من الراحة والاسترخاء. عقلك الفترة دي زايد في التفكير، يعني شايف امور وحواديت يعني ما كنتش متوقع تسمعها، هتسمعها الفترة دي. يعني شايف ان انت هتسمعها الفترة دي، بقدر يعني بقدر ما انت هتكون هادي، بس يعني خلي نفسك هادي اكتر وزياده، بس هتكون منصور، يعني هتنتصر باذن الله في كتير امور حواليك انت فاقد فيها الامل، بس الامل عند رب العالمين موجود، وموجود جواك كمان الامل. شايف هنا عندك صراع داخلي ما باين تنسحب من شخص، الشخص ده بيوقع في فتنة، وما باين انك مستني الوقت علشان تعرف تاخذ حقك، مستني تاخذ حقك. الوضع هنا المادي عندك اللي جاي رايح، قد ما هو جاي رايح، يعني شايفك بتدري على لقمة عيشك، قد ما انا شايف يعني ان عندك مسؤوليات كتيرة زادت عليك، عندك مسؤوليات كتيرة زايد عليك. شايف هنا اللهم صل على النبي، عندك هنا بس انا شايف يعني عندك نجاح، نجاح كويس، عندك عمال تدعي ربنا ان يعني يعطيك هاي الفرصة او النجاح او المسؤولية، في عندك طريق انت بتدعي ربنا عليه انك تتخطاها وتوصل للهدف اللي انت عايزه. شايف امور هنا يعني في امور معلقة بينك وما بين شخص، شايفك انها تسمع كلام، هتسمع كلام من شخص وكلام بيزعلك لدرجة كبيرة. وفي عتبة البيت هنا هتقابل يعني كلام وحاجات مش كويسة، النميمة والفتنة. شايف اتنين اوقات هنا وبيحصل بينك يعني وما بين شخصين مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في ناس هنا من شخصيتها او من طبعها الكذب والكلام على الناس والفتنة، وتحب توقع الناس ببعضيها، هي شخصيتها كده الناس دي، الكذب والنميمة وتحب ان توقع الناس وهكذا، هاي الاشخاص دي طبعها كده. شايف هنا اللهم صل على النبي، طريق مفتوح قدامك، هتقف على الأرض الصلبة وهتقف إلى الطريق الهدف اللي مفتوحة قدامك، وهتوصل للهدف اللي انت عايزه، هتوصل للهدف اللي انت عايزه بإذن الله تعالى. شايف هنا يعني انت هنا من التعب اللي انت فيه، من الضيق اللي انت فيه، عايز تخرج، عايز تحس بالراحة، عايز تطلع من الهم اللي انت فيه، عايز تطلع من الغيمة اللي انت فيه، عايز تطلع من التعب النفسي والضغط النفسي اللي انت فيه، هتطلع منه، هتطلع منه بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا وكتير يعني حاجات بتحصل معاك، بتتجاوز المرحلة دي، بس القلق والإرهاق، شايف ان الحبيب هيكون معاك في وضع توتر ومتطلبات هتكون كتيرة الفترة دي. شايف انسانة يعني مش كويسة تدخل بينك وما بين شخص في كلام، وهتصير الجدل ما بينكم. شايف هنا متوزع عليك هنا شخص، يعني الشخص ده انه يتجسس عليك في كل امورك،
في كل أمورك يتجسس عليك، عندك تعب وصداع والمعدة الفترة دي، وعندك يعني بس عندك فرصة شغل، فرصة شغل بتديلك وبيتفرع بيها يعني منها سفر، والسفر ده داخل البلاد، داخل البلاد بيديلك السفر ده. عندك أو حاجة في المحكمة ربنا هينصفك فيه، لأن شوف عندك أوراق بتخلصها في المحكمة، هتخلصها بإذن الله تعالى وربنا ينصفك فيه وهيكون واقف معاك فيها بإذن الله تعالى. شايفنا عندك يعني بتبرر للأشخاص، يعني شايفك هنا بتبرر نفسك أو بتتكلم مع أشخاص بتخلص هذا، أو في يعني عتاب ما بينكم، هاي الأشخاص هيكون في عتاب ما بينكم راح يعدي إن شاء الله ويكون صلح بعد العتاب بإذن الله تعالى. أنت يعني شايفك أنت صبور هنا ومتحمل، ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم انك يعني بتقدم عطايات كتيرة، يعني انت متحمل حاجات كتيرة وغلطات الناس كمان اللي حواليك وعاطيهم الخير ومقدم عطايات كتيرة، رب العالمين بينصرك على امور معقدة حواليك، على امور معقدة حواليك. وكأني شايفك هنا يعني بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات، الغلطات دي ممكن تقع فيه. شايف شخص سنة بيقعد معاك وحديثه مش يعني مش بيخرج من ذهنك، شايف حديثه مش بيخرج من ذهنك الفترة دي، وشايف الفترة دي طويلة. خلي عندك يعني بقول لك يعني خلي عندك حكمة من الأشخاص، لأنها تنخدع في مين حلو ومين وحش. شايف عندك انخداع وهتنخدع في مين الشخص الحلو ومين الشخص اللي الوحش. في شخص له مكانة كبيرة، شايفنا هتحس يعني من طريقته معاك بالراحة وهتحس معاه بالسكينة، بس هنا بحذرك من النميمة اللي حواليك، بحذرك من النميمة اللي حواليك. وزي ما يكون في حواليك أشخاص عايزين أو عايزين يعني تظهر فيك أي عيوب، عايزين يوقعوك، مش حابينك تندح، مش حابينك توصل للهدف، مش حابينك تكون ناجح، أو مش حابينك يعني توصل للهدف اللي أنت عايزه. هاي الأشخاص حابة توقعك في أي حاجة، مش عايزينك ابدا توصل لاي هدف. خلي بالك منهم الاشخاص اللي حواليك دي، عشان الاشخاص دي بتضرب ضرب صح. شايفني عندك ريسك بطريقة حلوة، بيتحسن معاك رزقك بطريقة حلوة، وعلاقتك مع الحبيب الفترة دي يعني هتكون فيها كلام كتير، يعني كلام فيه زعل، فيه مطايقة، يعني فيه كلام زعل. عندك شخص سنة، عندك شخص هينفقدك، ومجرد ما هيبعد عنك أو هكذا هيزعل أو هيتعب نفسيا. شايفك ان انت تبدأ تغير من نفسك، في عندك عملية تجميلية، شايفك عندك هنا هتفكر يعني هتغير حاجات كتيرة من نفسك. عندك صداع الفترة دي، عندك صداع الفترة دي وملازمك. عندك هنا شخص، الشخص ده يعني شايف هيكون يعني مركز معاك، الشخص ده هيكون مركز معاك يعني معاك من فترة للتانية، وكأن شايف عندك هنا بلوك بينك وما بين شخص، بلوك ما بينك وما بين شخص هينفك، في يعني فك ما بينك وما بينه. في امرأة حمقاء هتنرفزك، المرأة دي حمقاء وهتنرفزك، هتنرفزك بطريقة مباشرة. عندك شخص هنا من بعيد يعني مقاطعك، او مفيش تواصل ما بينك وما بينه، او هو مقاطعك، راح تجي لك منه مكالمة تلفون، راح تجي لك منه مكالمة تلفون هاي الشخص. بس يا شايف يعني بقول لك
يعني الأزمات المادية يعني هي ملحقاك خلال الفترة دي، وأنا شايف برضه هنا أنت بتعاني من كثرة المسؤوليات، متحمل كتير، وكثرة المسؤوليات اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم، بس أنت مستحمل 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 همومك. يعني أنا شايفك هنا مش جا يعني مستحمل كتير، ومجبر انك يعني مجبر انك تقدم تنازلات عشان المركب يعني تسير وتمشي. في اشخاص هنا يعني بتعمل انها بتحبك، الاشخاص دي بتعمل انها بتحبك بس بتضرب من تحت الحزام، بتضرب من تحت الحزام. خلي بالك خلي بالك، واحذر من يعني الخدعة زي ما بيقولوا، احذر من الخدعة من أشخاص مقربة منك، وكأن الخدعة دي عبارة عن اتفاق وفيه تغير الاتفاق بطريقة أو طريقته أو بشكل تاني، يعني في مشكلة بتودي يعني لبعد بينك وبين شخص، بس في بس فترة يعني البعد هتكون مدتها يعني بسيطة، بلوك ما بينك وما بين شخص بينفك برضه. ويحذر يعني من مصاريفك الفترة دي، لأنك هتعاني بتوتر بسبب يعني أمورك المادية. شخص جايلك من مكان بعيد وبتقابله أنت، وهيكون ما بينك وما بينه يعني مقابلة خير ليك، مقابلة خير ليك المقابلة دي شايفني، ويعني وليه قرار، يعني شايف في قرار بتاخذه مع نفسك، وكأن انت يعني هنا بتفكر في القرار وبتحاول تقول هل اوافق او ارفض، هل اوافق او ارفض، محتار عمال تفكر في الوافقة او ترفض في هذا القرار. اللهم صل على سيدنا محمد، رب العالمين بنصرة، شايف عندك نصرة، يعني شايف عندك بينصرة في هاي الموضوع اللي انت فيه. وفي عندك هنا موضوع سفر بيتأدل، موضوع سفر تاني بيفتح قدامك بس بيتأدل. عندك اشارتين كمان، اشارتين، بس احذر يعني من شخص يمنع يعني يمنع وصولك لشخص اخر، الشخص ده بيمنع وصولك لشخص اخر، وعندك الفترة دي تعب فيها الضغط، إذا كان عندك منخفض أو مرتفع، يعني شافك هنا منتظر إنك تاخد حاجة، في حاجة منتظرها، في حاجة منتظرها، ديالك ديالك بإذن الله تعالى، وبتدعي رب العالمين ياخذ لك حقك في يعني أمور ضاعت من بين إيدك، عمال تدعي رب العالمين ياخذ لك حقك من حاجات ضاعت ما بين إيدك. احذر هنا برضو من امرأة متزوجة، احذر من امرأة متزوجة نيتها من ناحيتك مش سليمة، نيتها المرأة المتزوجة من ناحيتك مش سليمة، ورب العالمين هينديك منها. وعندك عوض، عندك عوض على ايام ضاعت من ايدك وانت حزين ومكسور، بس عندك هنا احتفال قريب يعني بتنبسط بيه، يعني شايفك هنا بتنبسط بيه، ويلي مفتقد الحبيب بهاي الفترة شايف يعني الحب هيدخل قلبك من جديد. عندك صلح ما بينك وما بين شخص مقرب منك، واحذر من يعني الاشخاص اللي بتعمل انها بتحبك، احذر من الاشخاص دي اللي بتعمل انها بتحبك، في اشخاص يعني بتتمنى لك كل الشر، الاشخاص دي مش بتحبك، الاشخاص دي حابه توقعك في مشاكل، بس انا شايف عندك هنا تحقق امنيه، يعني الامنيه دي انت بتفكر فيها 24 ساعه راح تتحقق معاك، في اموال ديالك غير متوقع، الاموال دي انت مش متوقعها، قد ما ليك باذن الله. لديك هنا بشرى وفرحه في خلال يعني ثلاث خطوات، في خلال ثلاث خطوات بإذن الله ديالك البشرى،
وديالك الفرحة. في حدنا بيحبك وبيراقبك من يعني بيراقبك عن قرب، عمال يراقبك ويبص عليك وبيراقبك عن قرب وبيحبك. وفي حدنا انت حصل ما بينك وما بينه اختلاف او مشاكل لانه شايفه هو ندمان وزعلان. بس برضو العيون مهما اقول لك العيون عليك ومش سايباك في حالك. من اقرب اكتر حد اقرب الناس ليك حاسدينك، لان رقم محسود من اقرب الناس ليك حاسدينك على ابتسامتك، على ضحكتك، على فرحتك، على اي حاجة حاسدينك. وانت بتقول حاسديني على ايه؟ ايه اللي عندي عشان حاسديني عليه؟ بس ابشر ابشر، الفرحة ديالك، الفرحة ديالك. عندك تخلص يعني اوراق وهتعلي مشانك، بتمضي اوراق، الاوراق دي فيها يعني فتح مشروع او هتدخل مشروع وهيكتسب هاي المشروع او هتنجح فيه. عندك دخل في مشروع باذن الله تعالى، في شراء دكان او شراء شركة او شراء منزل. انا شايفك بتشتري حاجة بتشتريها وبتمضي فيها عقود، برضو فيها فرح ان شاء الله يكون فيها السعادة ليك باذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشتركوا في القناة يشرفنا اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعة، كل العلاجات داخل القناة والرقم امامكم. اللي حابب يتواصل معنا واتس فيها العلاجات ان شاء الله هنكون في حسن ظنه. والسلام.